إبراهيم. هذا الصباح بغيت نذكر مع الولد الصغير ديالي كالعادة، كان تفاجأ بأن الدروس على المنصة اللي هي داك مايكروسوفت تيم معطلة. أنا في الحقيقة تفاجأت، قلت ربما هذا غير شي خلل في الاتصال بالشبكة ولا شي حاجة من هذا القبيل. بغيت نتأكد، المهم عييت، درت واحد المحاولات عديدة ما توفقتش، اتصلت بمؤسسة، المؤسسة حالوني على الإدارة، لأن كاين ناس هنا في المؤسسة كيتصلوا بنا مباشرة، ولكن ملي اتصلت بهم قال لك اودي حنا ما عندناش اوني با ابيليتي اننا نجاوبك على شي حوايج، على بعض الاسئله عندك كنعيطوا يعني خصك تتصل بالاداره يعني بالحارس العام. داك الشيء اللي درت، كنتصل ما كيجاوبني حتى شي واحد. رفدت السياره ديالي، التحقت بالمؤسسه، تفاجات انني لقيت العديد من السيارات كما كتشوفوا هنا مركونه بجانب المؤسسه. انا غير وقفت فطنت لان شفت الناس من خلال الحركيه ديالهم تبين لي بان كاين المشكل، وبالحادث دركته لان عرفت بان على غرار العديد من المؤسسات كاين بعض الاباء اللي تحركوا في الاتجاه ديال انه يناقشوا الادارات ديال اللي كيزاولوا الابناء ديالهم في الدراسه ديالهم على اساس يشوفوا يعاودوا معهم النظر في بعض المسائل، مثلا كذاك الاداء اللي كيأديو يعني على راس كل شهر، علما بان هاد التلاميذ ما بقاوش كيولجوا المدارس ديالهم نظرا للجائحه اللي كتشمل البلد ديالنا الله يحفظه. ودونك كان النقاش معاهم كان يعني النقاش كله اللي دائر على ان على اساس انه يتعاد النظر في هاد الاثمنه اللي كاينه اللي كنأديوها كل شهر. هادو كلهم خلصين شهر ثلاثه، والان دابا راه شهر اربعه، يلاه دازت فيها اربع ايام. هاد اربع ايام كنتفاجئوا بان السيد المدير قطع الاتصال عن بعد ديال التمدرس اللي هو واحد الحق اللي هو مشروع، وواحد المجال اللي الدوله عطات فيه ميزانيه اللي هي كبيره باش انها ما تحرمش التلاميذ من التمدرس. كيجي هاد السيد المدير وكيقطع هاد الحق هذا اللي هو تعطى هاد السيد هاد السيد المدير اللي عمل هاد العمل هذا. اضطروا الاباء انهم يدخلوا في واحد العمليه اللي يتضامنوا مع بعضياتهم ويجيوا يستصفروا علاش هذا السيد هذا قطع لهم التمدرس. فاذا بهم كيتفاجئوا ان السيد المدير كيطلب الاداء عاد باش يقدر يكمل يعطيهم هذا الحق اللي هو مشروع ديالهم. حنا كما هو معروف العالم كله متضامن، ما بقاش فيه العدو، ما بقى فيه والو، العالم متضامن الا هذا السيد هذا اللي انه كيفرض على الجميع اما يخلص واما يحرمهم الدراسه، وهذا عمل غير اخلاقي. بدا من هنا يعني اضطرينا اننا ما نخلصوش، يعني ما خلصناش ابارتيغ من شهر اربعه، فاذا بالمؤسسه قطعت على وليداتنا التمدرس عن بعد، قطعت عليهم التمدرس ووقفت لهم يعني باي حق توقف لوليدات القرايه. يعني انا شخصيا مخرجه شهر ثلاثه، يعني اربعه اللي ما خلصتوش، وصبح ولدي منقطع على الدراسه، انا يعني ما عندهاش الحق انها تقطع لهم. حنا اليوم جينا الاباء كاملين وحاولنا اننا نجلسوا في واحد الطاوله ديال الحوار ونتحاوروا معاهم ويعطيونا حلول، فاذا بالسيد المدير يعني متعنت وكيقول بان زعما راه ما كاينش شي حل من غير انكم تجيو تخلصوا على الدراري. يعني ما راعوش النفسيه ديال ديك الوليدات اللي صبحوا منقطعين على الدراسه، ما راعوا النفسيه ديالنا، ما راعوا لها الظروف، ونتمنوا ان زعما هذا المشكل يتحل في اقرب الاجل. وشكرا.